بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن جميع خلايا الجسم. خلايا الجسم تتأثر بالترددات الصوتية، أي موجة صوتية سوف تتأثر على الخلية، تتأثر الخلية بتسجيلات الصوت وتتجاوب مع أي صوت وتتغير اهتزازاتها أيضا، بمعنى آخر تتغير آلية عملها فتصبح أكثر قدرة على مقاومة الفيروسات عند التأثير عليها بترددات محددة، والله أعلم.